مدعوم بوزارة الصناعة. وزارة الصناعة؟ وزارة الصناعة. يعني أنت موظف؟ الزيوت النباتية. تمام. أنا راتبي أنا من 2001 تعينت. من 2001. نظام السابق. 2001 تعينت، أنا راتبي هسه 360,000. ليش؟ المفروض عندك خدمة؟ إي. خدمة يعني 19 سنة تقريباً؟ 17. من 2001؟ إي. 19 اخذوه من عدة 3 سنين، يقول لك عمرك كان صغير. هاي بالله بيها بابو جواب. هاي عندنا دوليا هذه 16 سنة خدمة. دوليا عندنا 18 يتعين الى ما فوق. صح. صحيح. هاي منتهي من عندنا. بالنسبة للزيت والهاي، هاي مخازن متروسة مع الزيوت النباتية، صابون متروسة المخازن. ليش ما يدي يوزع هذا وزير شو اسمه التجارة؟ ليش ما يوزع؟ أطل الناس والله عندنا زيت يكفي هذا الشعب العراقي كله. أشل. بالقرآن قاعد يتلف، قاعد نبدل له يعني علامة. حتى لا مو حتى أنت مسؤول على كلامك هذا، أنت موظف. والحسين هاي موجود الدين قاعد يجي بتريلات، قاعد يعبونه وقاعد يحطونه بالمخازن ويتلف ويرجع يعيدونه، ويتلف ويرجع يعيدونه، ويتلف ويرجع يعيدونه. ليش ما يطول المواطن؟ ما يطول. يا ليطيك يا ليطيك. زمن صدام كنا نوزع، زمن صدام كنا نطح حتى الخمره. زين في وزاره الصناعه فقط الزيت والصابون فقط؟ ليش زاهي بعد زاهي فتره كورونا كلنا نشتغل زاهي ولا واقف. سوري. في الموجودات شنو عندكم هسه؟ زاهي صابون يعتبر مجمد هناك ما ادري. زاهي صابون زيت كل شيء موجود. بس انا اقول لك التايت واقف. التايت من بدت السقوط اشتغلوا فترة ووقفوا. هاي الزيوت النباتية. يعني كلام مهم من أحد الأخوة التقى بينا اليوم. موظف وبوزارة الصناعة، خدمة أكثر من 16 سنة وراتبة 350,000 دينار. لكن الكلام المهم أنه وزارة الصناعة دي يقول الزيوت موجودة، الصابون موجود. زين أنتوا المنظامي شو تريدون تسوون؟ سايلوات وضموهم منا 20 سنة؟ عندنا تقشف. وهاي الصورة موجودة. هذا الصابون ده نشتغله. هسه طلع لك الصوره موجوده. العجيب بالامر والمضحك، ليش ما تطلقون المواطنين؟ هذا من حقهم. هذا الصابون شوفه، هذا الصابون جاي نشتغله. هذا الصابون جاي نشتغله. اعطيني تليفونك. هذا الصابون جاي نشتغله شوفه. محمد خذ لي هذه اللقطه اذا ممكن. هذا موضوع مهم. إلى وزارة الصناعة والمعادن في بغداد أو في العراق أجمع. رواتب مضمومين وزارة الصناعة. ليش؟ وزارة الصناعة جاي تشتغل. اللي يتعين له بالكهرباء جاي تشتغل. صابون زيت وإلى آخره. وهذه صورة موظف من داخل الصناعة. ليش ما تطلقوهن؟ المنظامين شنو تريد يسوي؟ تريد تطلعوا الغير بلدان لو شنو هي القضية؟ والله 350 أنا قاعد أشتغل تاكسي، قاعد أطلع من الدوام أطلع أشتغل تاكسي، أطلع لي 15,000 10,000 ما يكفي. 350 ما تطيع. قافضين سلفة 10 ملايين يعطونك 170,000، 170 ما تطيع. هاي تحليل مال يوريا الوالدي قاعد أسويه أنا ب 60,000. المن 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 تروح المن تشتكي؟ زين ما خاطبتوا بالوزارة عندكم؟ ما حاولتوا توصلوا للوزير؟ طلعنا مظاهرات، طلعنا الوزير ما حاولتوا توصلوا؟ حتى جام كسروا مال الوزارة وماكو. ماكو يعني 10 ملايين الطاق سلفة اشترينا بها سيارة يقصك 200,000. ايش تبقى من 350 360 وهي الزوجية والأطفال؟ يعني 350 360 يقصوا منها 200,000. ايه. يعني 200,000 فقط. هذا ايه. هاي الرسالة دا تجي عن طريق الماستر. يلا علما ترطيها هاي. شكرا لك. شكرا. شكرا.